كما كيف ما شفتوا بان الاتفاقيه هذه واتفاقيه اللي هي شموليه وهي جات في صلب يعني تنزيل ديال المشروع ديال الجامعه المغربيه ككل، ولكن في هذا القطاع ديال الصحه راكم شفتوا بان بغينا اولا الجاذبيه تكون، وهي هذه اللي المنظومه ككل لاصلاح ديال المنظومه كيف ما تكلم عليها السيد رئيس الحكومه، وكذلك بالنسبه للتدريس وبالنسبه للكفاءات الطبيه اللي اليوم غادي تكون يعني في صلب التفكير كيف ما مشينا وكيف ما شفتوا في البرنامج اللي تكلمنا عليه اليوم، وهو واحد البرنامج اللي شمول اللي غادي تكون فيه يعني التعليم والتدريس وتكون فيه لي ستاج اللي غادي يتوسعوا باش تكون واحد الارضيه ديال لي ستاج بالنسبه للطلبه الاطباء، وهاد الارقام كلها اللي غادي تعطينا كيف ما اشرنا ليها قبيله 24 بالنسبه ل 10000 نسمه اللي غادي نوصلوا لها في 2025، وغادي نوصلوا ل 45 طبي وشبه طبي بالنسبه ل 2030 باش تكون البلاد ديالنا الحمد لله اللي كيف ما شفتوا هذا الورش الكبير اللي متوجهات ديال سيدنا الله ينصرو، اللي بغينا الطبيب المغربي يكون طبيب من طراز دولي والعالمي، وغادي تكون فيه يعني التجربه بالنسبه للاحتكاك بالنسبه للي سيمولاسيون اللي غادي ندرجوها، وكاين اكثر من 3500 استاذ جامعي اللي غادي نوظفوها من هنا ل 2030. غير هذه السنه هذه 20% ديال المقاعد ديال الطلبه الاطباء اللي تزادت، ومن هنا ل 2026 غادي يولي عندنا الدوبل ديال هاد الارقام اللي كاينه اليوم باش نوسعوا الارضيه وباش يكونوا عندنا اساتذه جامعيين ويكونوا عندنا طلبه اطباء اللي غادي يلبيوا هاد الحاجيات ديال الصحه في المغرب. وهذا المشروع الكبير اللي اليوم بالنسبه لا شفتوا غير يعني القاره الافريقيه اول دوله اللي كتاخذ هذا المسار هذا باش تعمم الحمايه الاجتماعيه والحمايه الطبيه اللي تنتمناو بان نوصلوا لهذا الفضل ديال هذه المجهودات هذو اللي درنا نوصلوا لهاد الارقام اللي شرت ليها قبيله اللي غادي نفوتوا الارقام ديال لوماس. وبغيت نشكر جميع الاساتذه وجميع رؤساء الجامعات وجميع يعني العمداء ديال كليات الطب وكذلك الطلبه واللي غادي يستافدوا من هذا المشروع الكبير اللي اليوم راكم كتشوفوا مشروع شمولي اللي كيتوجه اولا للمواطنين، ولكن خصنا نكونوا الراس مال البشري اللي هما الاطباء. راكم كتعرفوا بان اليوم الجاذبيه ديال الطبيب ما بقاتش في هذا الوقت هذا، حنا دابا بهذا المشروع هذا غادي نكبروا من هذه الجاذبيه اللي ان شاء الله نخليو الاطباء ديالنا يبقاو في بلادهم.